الإخوة الكرام متتبعي القناة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامج الانتقال الآلي وفكرة التجزيء والتشكيل من جديد، يعني فكرة تجزيء الإنسان وتشكيله من جديد. وفي الحلقة السابقة يعني في نهاية الفيديو تقريبا تكلمنا عن يعني دور الوظيفة الفيزيوبيولوجية للكائنات، يعني وهذه الوظيفة وعلاقتها بالتجزيء وتشكيل من جديد، وتكون يعني الذرة والجزيئات يعني في الفضاء الفيزيائي يعني نموذج من نماذج يعني التجزيء والتشكل، كذلك الغازات وكذلك يعني الذرات التراب والرمل إلى غير ذلك. غير أنه من غير المعقول أن نعرض يعني الظاهرة الإنسانية والذات البشرية لهذا المنطلق العلمي الذي يحاول من خلال مجموعة من الممارسات أن يطبق مفهوم التجزيء والتشكيل. والإنسان يعني ذاته أو الذات البشرية لا تقبل هذا المعطى. لماذا؟ لأن الوظيفة الفيزيوبيولوجية لا تستطيع أن تحقق هذا المفهوم، مفهوم التجزيء والتشكل. إذا كان أي يعني مخلوق أو أي شيء أو أي مادة في الكون لا تستطيع أن تحقق مفهوم التجزيء والتشكيل عن طريق يعني الهندسة الجينية التي تسمح لهذه العملية بالتحقق، فيعني لا يمكن أن نتحدث عن مفهوم التشكيل والتجزيء. في هذه الحلقة أريد أن أضع بعض المفاهيم، وهذه المفاهيم التي تساعدنا على فهم يعني مبدأ التجزيء والتشكيل للمخلوقات بصفة عامة. فالمخلوقات التي يمكن لها أن يعني أن تحقق هذه العملية هي مخلوقات، إما أن تكون مخلوقات ضوئية، مخلوقات رخوية، مخلوقات شفافة. وهنا أتكلم عن هذه العناصر المهمة وتحقيقها لمفهوم التجزؤ والتشكل. ولنأخذ مثلا الضوء كعنصر ومكون من المكونات يعني للفضاء يعني الكوني. الضوء يتمتع بخاصية السرعة وخاصية كذلك الانتشار، والطاقة ذاتها، أقصد بالطاقة الموجات الكهرومغناطيسية، لها القابلية على إنتاج الطاقة من الداخل من خلال الاحتكاك والتفاعل، وهذه الخاصية تخول لها أن تنتج يعني العنصر الضوئي في اتجاهات متعددة، مع أن المصدر يعني يبقى مصدر يعني جذب فيه تتشكل العناصر يعني المشتتة، العناصر المجزأة. إذن الضوء كيعني بنية أو كمادة له هذا يعني الدور، دور يعني التجزؤ والتشكل. كذلك يعني المخلوقات يعني الشفافة، وهي أقرب أن تكون مخلوقات ضوئية. هذه المخلوقات الضوئية لها القابلية على التجزؤ، ولها القابلية كذلك على يعني تطوير بعض الأشياء المبتورة من الجسم. هنا أتكلم عن الرخويات
ويتكلم عن يعني بعض المخلوقات اللافقارية. يبقى العنصر البشري محط الدراسة، محط دراسة. وهنا أطرح محطتين: المحطة الأولى التي بدأ فيها التشكل، والمحطة الثانية التي انتهى فيها التشكل، وأردنا من خلالها أن نعود إلى يعني عملية التجزؤ. المحطة الأولى محطة التشكل. محطة التشكل تعطي هذا يعني تطرح هذه المعطيات البديهية المعروفة متداول بين الناس، وهي كون بداية تشكل الإنسان في فضاء يعني فيزيائي تغيب فيه عناصر أو مفاهيم جاذبية، ويعني تحضر فيه مفاهيم الحرارة. وهنا أتكلم عن أول مادة يتشكل منها الإنسان، هي مادة لزجة، مادة شفافة، مادة سائلة يعني في فضاء معين بحرارة معينة بتطبيقات أخرى كيعني دقات القلب إلى غير ذلك، مع غياب يعني الجاذبية في هذا العنصر، هذا يتحقق مفهوم التشكل الطبيعي للإنسان. ومع نهاية التشكل ويعني القرب من عملية الولادة يكون للجسم قابلية على التحرك في يعني فضاء يعني يسمى الأمنيوتيك فلويد ساك، يعني يتحرك بشكل أو بحركات يعني غير يعني لا تتحكم فيها قوى الجاذبية، ويكون الأمنيوتيك فلويد ساك خالي من العناصر يعني الجاذبية. المحطة الثانية محطة الولادة يكون فيها الخلق التشكل، ولكن من الأشياء التي تتدخل في الحركية يعني الجديدة هي الجاذبية ذاتها، ومع اكتمال الخلق تكون الذات قد يعني تخلصت من مفهوم التجزؤ ودخلت إلى المفهوم الكامل، وهو مفهوم التشكل الطبيعي الذي سوف يدخل في صراع مع مجموعة من القوانين، منها الجاذبية، منها السرعة، منها الحركة الجيومترية والهندسية، منها التفاعل الكيميائي، منها مجموعة من المسائل التي هي ذاتها تطرح عائقا لمفهوم التجزؤ والتشكل.